السلام عليكم. اتفقنا من بداية حلقتنا ورسائلنا على أكتر من قاعدة، أولها إننا نبني مصر على طريقتنا، ثانيها إن إحنا نحاول قدر الإمكان إن إحنا نوجه النقد البناء اللي يبني وما يهدش وما يجرحش. ثالث قاعدة اتفقنا عليها، جايز تكونوا سمعتوها أو لأ، إن الصيدلي في صيدليته والطبيب في عيادته أو أي مكان شغله، والتمرجي أو التمريض المتميز في المستشفى أو في العيادة أو في أي مكان، والعلمي المتميز في معمل تحاليله أو في أي مكان يكون بيشتغل فيه، كلنا هدفنا واحد بيصب في مصلحة المريض. عايزين نخلي المريض ده يخف، أو على الأقل الأخطاء الطبية اللي ممكن يتعرض لها تقل. عشان كده نوينا إن احنا نبدأ كلامنا في مجموعة رسائل صيدلانية جديدة عن بعض المشاكل اللي بتواجه الصيادلة من نفسهم ومن بعض الأماكن التانية. وبدأنا كلامنا النهاردة إن شاء الله عن خطوط الأطباء، مشكلة كتير جدا لما بنواجهها، شائعة لدرجة غريبة الشكل. مفيش صيدلي كوميونيتي فارماسيست تحديدا إلا وبيتعرض لها مرة أو مرتين على الأقل يوميا. تيجي روشتة من بره، من عيادة أو من مستشفى، وبيكون فيها يا إما الأصناف كلها الدوائية اللي تكون موجودة في الروشتة صعب قراءتها، أو واحد أو اتنين مجهولة تماما، مجهولة يعني. هنبدأ نتكلم بشكل منطقي قدر الإمكان، مرتب ممنهج، إزاي نقدر نتوصل في النهاية لحل للمشكلة دي. ساعدونا وحاولوا تتواصلوا معنا. إيه هي المشكلة؟ خطوط الأطباء معروفة ومش محتاجة توصيف، لدرجة ان تم الاتفاق تقريبا بين الاباء والامهات ان لما يبقى ابنهم خط وحش مبروك يا حبيبي ان شاء الله تطلع دكتور. شيء غريب، ما بنعيبش في الدكاترة، احنا اتفقنا من البداية ان الاطباء زملائنا واصدقائنا واساتذتنا اللي بنفخر بيهم وبنجلهم، وفي منهم اللي على علم وخط رائعين، وفي منهم اللي على علم متميز وخط نرجو انه يتحسن. الأمثلة على الكلام ده كتيرة جدا وبتؤدي الى اخطاء قاتلة، مثلا ان يطلع لاكزين اقراص بدل لانوكزين اقراص نتيجة التشابه في الاسم. خد أمثلة اكتر، ان يطلع سيبراماكس بدل سيبروماكس او العكس، ان يتصرف سبايرومايد بدل سبايرومايسن، ان يتصرف سبازموميجران بدل سبازمورست نتيجة ان احد الاطباء راح كاتب سبازمو وشد خط زي ما كلنا بنشوف.